انت شو بدك براجع؟ امي بترجاكي تسامحيني. امي بعرف انه انا غلطت، غلطت معك اليوم وصرخت بوشك كمان. انت عطيتيني كل المجوهرات ومع هيك انا رفضت اخذهم اليوم منك، لهيك بترجاكي انك تسامحيني. وعن جد اذا بتقبلي تسامحيني رح اخذ كل المجوهرات اللي عرضتيهن علي، بس انت بتمنى انه تسامحيني على غلطتي هي وتقبلي اعتذاري منك. ما في مشكلة بنتي، خلص انا سامحتك. امي بدي كمان شغلة تانية منك هلا. امي انت لسه معك ساري العرس مزبوط؟ حابة البسه لهالساري على مناسبة اذا انت بتقبلي طبعا. تكرمي يا روحي، كل شي عندي بالبيت هو إلك يا عمري، كل المجوهرات والفساتين وكل شي إلك أنت. تقدري تاخدي كل شي بنتي، لك ما أنت بنتي الوحيدة. إيه استني شوي أخليك، هلأ رح أعطيكي إياهن يا روحي. هدول هني، هدول كلياتهم بنتي، خديهم. بس خليني أعرف شو بدك. بكرة بس تتزوجي رح تشوفي رح أعطيكي هدايا كتير. هدول ولا شي رح أعطيكي أكتر بكتير، بس ليجي هداك اليوم. بس لازم تضلك عم تعملي مثل ما عم قلك بالحرف الواحد، وكل شي إلك وكل اللي بيملكه رح يكون إلك. خدي روحي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.